اهلا وسهلا بكم من سكولا لارجو الحياة فهم. هذه الايام 21 لصيادله بالوسط. سعيد جدا بحواري مع الدكتور معز الاثنيني كاتب عام المجلس الجهوي للصيادله بالوسط. سي معز اهلا وسهلا. اهلا وسلام. اول ملاحظه نجمو نعملوها اللي حضور كبير السنه ونحكيه على 200 موجودين على الاقل في زاتوليه، وان شاء الله من الغدو باش يكونوا في 400. اي هو الايام 12 و13 ماي 2023 للصيادله بالجهات الوسط. كل عام نعملوها وسنة خاصة اللي بعد فترة الكورونا فهمت، معناتها الناس كل متعطشة باش تلتقي وباش يكونوا زادة فما تكوين، معناتها متاع مستمر هو لمحالة، والتكوين هذا للصيادلة باش نشوفوا الحاجات الجدد اللي موجودة في الميدان متاع الصيدلية، كيس معناتها الصناعة والصيد اللي حالين زاد الخاص، وسنا بصفة خاصة زاد جبنا معناتها حضور مميز من الأساتذة توانسة وأجانب، منهم الدكتور ديدي راول اللي هو معناتها يقدم محاضرة pour l'avenir covid 19. بالطبيعه على خاطر نحن شفنا معناتها ال 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 لامبورطونس الابيديمي اللي صارت معناتها هذه نتاع الكورونا، جائحه كورونا اعطت برشا صدى واعطت فيها تناقضات في مختلف العلاج نتاعها وفي مختلف التعامل معها. فلهذا كنا نشوفوا شنو فما، شنو صار قبل، شنو نجمو نستخلصوا من قبل، شنو نجمو نقدموا الاضافه نهار اخر يجيناش جائحه اخرى من نوع هذا. فرينا من المختصين اللي باش نجمو نديو واحد يعاوننا مع المختصين اللي عندنا اللي نحن ما نشكوش في كفاءتهم، على خاطر نعرفوا اللي معناتها التوانسه الكل البرة ويخدموا البرة كما يخدموا في تونس معناتها. انا فما نقطه نحب نسلك عليها قبل ما نختم معك، فما محاضره باش تتقدم ان شاء الله غدوه نانو تكنولوجي دون لو دومين فارماسوتيك، ريالمون نحكيو على مكسب كبير على مستوى الصناعات المحليه للادويه في تونس. اون بارل مينتنون دو نانو تكنولوجي، هذا تتحسب للمصنع التونسي للأدوية دكتورة؟ هذه فما برشا ناس ما يعرفوهاش، اللي هي النانو تكنولوجيا اللي هي معناتها هي تقنية نتاع أدوية تتحط في شكل اللي يكون دقيق جدا ما نجموش نروه حتى بالعين المجردة، فتكون هذه معناتها نافذة للصناعة بعض الأدوية اللي ما نجموش نستعملوا فيها حقن، نجموا نستعملوا فيها معناتها تتشرب شربان. فلهذا معناتها فما مختصين في العلم هذا، وهو يمس صيادلة ويمس زادة حتى تقنيين في الفيزياء، يعني معناتها حتى الحضور اليوم وفي الايام هذوما باش يكونوا فما حاضرين زاد جماعه من الفيزياء اللي هما يحبوا يتبعوا الحكايه هذه، على خاطر توا العلم الطبي والعلم الصيدلاني ولا مرتبط بالالات التكنولوجي الفنيه هذه. واذا كان ما نخدموش معناتها مع بعضنا ما نجموش نحسنوا من جوده العلاج نتاعنا. سي معز الكنيني كاتب عام المجلس الجهوي للصيادله بالوسط، ان كرون ميرسي بور الانترفيو، تلقاو شويه اخرى على الباج اوفيسيال فيسبوك. يعيشك ميرسي، كملين معكم ما تبعدوش، انا راجعين.